سريعا الى المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله سايس غانم سايس رقم 6 هذا وايضا لمن افريقيا الكره الاماميه صعبه ديال الكره صعبه ديال الصعبه ديال الكره صعبه ديال الكره صعبه ديال الكره حكيمي في التغطيه خطيره والجول خطيره والجول الاول للمنتخب الجنوب افريقي عن طريق اللاعب فوستر فوستر يفاجئ الجميع بهدف اول ياوغو يا بروس سيمي سلام حكيمي ماذا سيفعل بيرسي طاوي حاول المر لكن مسي الانهاء الهجمي لازالت الكره مغربيه فيها الراسيه وفيها تحضير وفيها جول اخيرا ياتي الهدف يا يوسف يانسيري دالتون رهيب مغربي ياتي بهدف التعادل عن طريق اللاعب يوسف انسيري اوغويا بروس كان لابد ان ياتي الهدف كان لابد ان ياتي الهدف والهدف اتى اخيرا بعد هجمه الركنيه ملعوب على القائم الثاني مرر لايمن برقوق برقوق سدد عليك لا هذه فيها خطوره هذه فيها خطوره بونو كذلك الكره الشاعر ماذا سيفعل الشاعر سدد الوحدة الدين حذر من العمق موضوع ينسل موضوع خطيرة موضوع خطيرة موضوع خطيرة لكن ذلك يستحق ذلك كرة الأمامية الكعبي الكعبي أول لمسة هذه خطيرة هذه بيرسي تو حضرة ثانية إلياس الشاعر إلياس الشاعر العرضية مراوغة ممتازة مراوغة ممتازة وحكيم العرضية كلا مرفوعة من إلياس على القائم الثاني نيمو تزيد عنده يحيى يحيى عطية الله عطية الله عطية الله جديد يرفع في اتجاه الكعبي خطيرة الحكم فيها ركنية نعم فيها ركنية بيرسي تاو مررة وخطيرة أملاح أنا مشير منطقة جزاء ممتازة كانوا وسيس ميمارش ميمارش ما يسددش خطيرة الكعبي ماذا أراد أن يفعل الكعبي تأخر 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 أملاح يلعب الكرة في العمق وناحي وناحي أملاح يرفع الكرة على القائم الثاني صعب الكرة صعبة من جديد العرضية لا زالت مغربية حارث في المناورة وحارث رفع هذه الكرة على القائمة الثاني الرأسية ولك العرضية تدخل من أنصري غطي علي حارث يرفع على القائمة الثاني لكن في ويل اشرف أناحي من جديد ركلة جزاء حارث مجددا العرضية جول أيوب الكعبي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة بتسديدة يسارية قوية لم يترك أي أحد لحارس المرمى ويليامز والجماهير هنا في نبيا